نهار جيت للرجاء من نفس الاشخاص في 2016 من نفس المنابر ماشي منابر يعني من نفس الصفحات ديال العالم الازرق وسمعنا هذا مازال ما دخلش لكتب الرجاء يعني انا خديت الرئاسه ومشيت لاوروبا وعاود رجعت كل شيء جا في ونفس الاشخاص يعني التلف ما يكونش سهل 2023 عاود فاقوا ثاني نحسب الترجيح ديالي يعني سمح الله اللي موراه الصباحات سمح الله لانه كتريق في الرجاء وانا الناس ما خالي عندي ما خاليش عندي ايماني قوي وعندي برنامج اللي كيبني فيه واحد عندي مصلحه الرجاء هي اللي الكل انا عندي شعار كبير لا للاستلزاق بالرجاء رجاء كفى لا للاستلزاق بالرجاء لان بزاف لا تجي هذه الامور لان ليبريسيل ما يخدمش غير في العالم الازرق يجي وبعدين الافكار مرحبا احنا مساعدين ماشي نجي شويه عباد الله فعلا اقرا الا غير ذلك من هذا القبيل انا بغيت نقول في هذيك الارقام اللي كنا تكلمنا عليها كل تحت عليها ولكن الوقت وضحها والرؤساء جاو قالوها من ورايا السي زياد علينا في الصحفيه اللي كان داروا في حياه الجنسي السي الاندلسي السي انيس محمود كلهم نفس الارقام غير الفرق بيناتهم لانني انا قلتها بالعربيه هما داروا ان داتا شو وداروا بول بوينت وقالوا بالفرنساوي تقبلات ممكن صح فقط الارقام غير ديز قال انا بالعربيه وفرنك بالفرنساويه سادير لا بروشين فوا لسكو جو برونسي شي ايتا ولا شي حاجه شويه ما مزيانهش جو لا برونسي اون فرونسي اي جو دابا اون فرونسي يعني كدرس من هادو لان هاد الاخوان انا كنعرف الحرب ديال الرئيس من تيكون كلهم عملوا كلهم اجتهدوا كل واحد اللي كان صاب ليه في النظام ولكن المشكل اللي ولا طوع لانه ولاو الناس كتمشي من الرجاء الضغط ولاو الناس كيتسبوا الناس كيتعرف عائلتهم مراتهم الان اللي بغينا نصبوا اللائحه ديالنا ناس اللي سوريين ناس عندهم مسؤولين كبار في مؤسسات كبيره وعموميه تيقول لك السي عثمان انا معاك انا غنكون معاك وندير معاك وانا غير دوز هاد اللائحه هنا من بعد غنجيو ندخلوا كيفاش الضغط والخوف اللي ولا عند الناس من الترهيب ديال عباد الله باش يجيو والناس يعاونوا يخدموا ولاو تتخلعوا ولا خايفين المصير ديالهم وانه يدخلوا من الاصل ديالهم كدير صورته وسميته ودخل له لوليداته وكل الولاد اللي كيسمعوا كل واحد يكتب هذه السلوك اللي مرفوضه مرفوضه رفضا شي حاور شي تناقش مع حبابة ما تديرش اشاعه لان ما كتضريش انا حركه كيما تسوق ولا دائما انا كتضر